السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم حلقة من حلقات رياضة المويتاي بعنوان السبارنج، تابعونا. سوادي كاب. طبعا احنا اول حاجة نشوف اللعيبة لابسين واقيات الراس جنب الاسنان، الواقي واقي الجهاز، واقي الرجل، اللي تأكد من الكف مالته انه ما يكون الكف صغير عشان لا يصيب اللاعب، اللي الكف يكون فوق ال 12 رقم 12. اوكي، راح نبدي السبارنج، نشوف اخطاء اللعيبة بي ونصلحها. رقم واحد، رقم اثنين نعلم اجسامهم على القتال، رقم ثلاثة يكون اللاعب جاهز، اللعبة مثلا مدة 3 دقائق اول جولة، الجولة الثانية 5 دقائق، راح نخلي اللاعب يلعب كذا جولة، مرات يكون من 5 جولات إلى 10 جولات حسب الخطة اللي موجودة عندنا. اوكي، فراح نبدي حاليا السبارينج. تشوك. هنا اللاعبين ده يعمل دفاعات وهجوم ويردة فعل وفعل مع بعض. طبعا هنا صار خطأ، الخطأ انه اللاعبين ظلوا يستمرون على البلوك وراوند كيك بدون الايد. لازم اللاعب هنا اذا شاف مثلا يضرب، اضرب كيك، اضرب كيك هنا، شاف الخصم هنا رجع، هنا كان الاداء سلبي، ما رد فعل، كان المفروض يريد راوند كيك او يرد بكيك او يرد ببوكس على وجه اللاعب. اوكي، داوم. صلح اللاعب الخطأ الموجود، هنا مسك، رد. اوكي، هنا نمنع الالبو على الوجه لانه يسبب اصابات بالسبارينج، ونمنع ثاني حاجة الهاي كيك، ونمنع الني اللي تكون على الوجه للحفاظ على سلامة اللاعب، يكون اللعب منه وتحت، يكون على اللو كيك والراو كيك، ويكون على البوكسين. اوكي، طبعا احنا السبارينج من 50% الى 60%، حاليا راح نسوي خطأ فني انه نشتغل بقوة، يشتغل ب 100% هارد، فراح نوقف اللعب على طول ونرجعهم على 50%. مرات اللاعب يتفاعل مع السبارنج فيبدي يلعب تاتش، يلعب بقوة. تشوك. بريك. هنا صار اللعب باور 100%، فراح نحاول هدي العب على 50% 60%. تشوك. استفاد من الاخطاء اللي موجودة، صلح اغلاطك، شوف نقاط الضعف، تهديفك يكون صح. ما العب كثير ضربات بدون فائده، لازم اعرف الضربه رايحه وين. جود. اوكي، هنا اللاعب بدون دفاعات، لازم تحسن دفاعاتك. نهايه ما عنده دفاعات، ده يلعب مع اللاعب الثاني، لقى نقطه الضعف، ده يلعب على البوكس، فاللاعب هذا لازم ننبهه، لازم تعرف دفاعاتك وتدافع عنه كل انسحابات. شوك. تعال هنا. اوكي، اجين مره ثانيه. شوك. حاليا ادائهم الفني جيد. اوكي، مسك، حاول لما تمسك ترمي برا، تطبق التكنيكات اللي علمناك اياها اثناء التدريب. ارمي. اوه جود. اوكي، هذا اللاعب عنده نقطة لازم تشتغل عليها، بدك تشوف انه الضربة تدخل على اللو كيك والبوكس وراها، لازم تركز لما تلقي بالفايت الخصم عنده نقطة ضعف تركز عليها، مش تركز على مناطق القوة، يعني إذا أخذ ضربة كيك أنا هنا وأخذ بلوك ما أضربه بعد هنا، شفته هنا ما ياخذ بلوك أبدي ألح على الفخذ من تحت. اوكي، داوم. جود، قسم الضربات، جود جود. اوكي، اشتبك كلينش. طبعا هنا الكلينش نمنع الالبو، نخلي اللاعب يعتمد على المصارعه والاشتباكات وعلى الني بقوه 50%. طبعا هنا اللاعب سوى سحب للاعب، طبق التكنيك اللي تعلمناه، تدف الرجل تضربها للثاني. جود جود. اوكي، صار في خطا هنا بسيط، انه اللاعبين اثنينهم مهزوزين بيتحركون هوايه، لازم اللاعب يكون ثابت لما يلعب انه يكون ثابت، ما يحاول يروح هنا ويرجع هنا في الكلينش، لازم تكونون ثابتين. شوف، نرجع نعالج مكانك والعب، والتوازن يكون بالنص، افتح رجلك، رجلك فتحتها صغيره، افتح رجلك العب. جود. اضرب اضرب ابراهيم كانه تبين الضربه صح. جود.
جود بريك اوكي جود فيري جود اوكي طبعا هذا التدريب احنا نسويه مده خمس جولات الى 10 جولات مرتين في الاسبوع من 3 دقائق الى 5 دقائق حسب الجدول يخليه للمدرب اوكي حيوا بعض سوادي كاب هذه كانت حلقتنا اليوم